انطلقت اليوم الاذاعه الجديده تريبل 8 اف ام الكويت من مجمع 360 مول. انا شخصيا رحت شفت المكان وانبهرت بالتجهيزات وقلت الناس دي عملوا الكلام ده امتى؟ اكيد كانوا بيسابقوا الزمن وبيواصلوا الليل بالنهار بقياده الرئيس التنفيذي للاذاعه الاعلامي طلال الياقوت. والنهارده كان اليوم مفتوح وعرفت ان يوم الاحد برضه هيكون يوم مفتوح الله يفتحها عليهم. المهم عرفت ان الاذاعه عندها 12 برنامج موزعه ما بين برامج اسبوعيه وبرامج يوميه. الاول خليني اقول لكم على البرامج اليوميه. في برنامج صباحي اسمه سنه الكويت، في برنامج اسمه ربع الديوانيه، في برنامج رياضي اسمه جول، في برنامج اسمه كابتشر بتاع مسابقات، وفي برامج اسبوعيه كتير انا فاكر منها حي الله منيانا وعندنا سمره وغرباء. وعرفت ان عندهم برنامجين هيبقوا بس مباشر مع امريكا باللغه الانجليزيه، ما شاء الله شغل عدل، هيستضيفوا فيهم النجوم والمشاهير العالميين. وعرفت من طلال ياقوت وخالد الانصاري ان عندهم اكتر من برنامج هيكونوا مفاجاه هيعلنوا عنهم كلهم في وقته، ومنهم برنامج اكاديمي بيقولوا مفاجاه. والله احنا مستنيين. عموما الف مبروك لاف ام تريبل 8 نبض الكويت واضافه جديده للاعلام الكويتي. عايزين نشوف التميز اللي انتوا كلمتونا عنه. الف مبروك.